نحن الآن على بعد 10 كيلومتر من قصر ذات رأس النبطي. نزلنا في الكرك من مبنى أو قصر ذات رأس. خلينا نعرف المعلومات القيمة عن ذات رأس مع الأستاذ محمد سعيد. أسعد الله مساءكم متابعينا متابعين قناة جوردن جيت بوابة الأردن. كما عودناكم دائما أن نطلع عليكم بما هو جديد في المواقع الأثرية. نحن الآن إلى الجنوب من مدينة عمان وتحديدا في محافظة الكرك ومن بلدة ذات رأس من أمام هذا الموقع الأثري والمسمى بقصر ذات رأس النبطي. يرجع هذا القصر إلى الفترة النبطية ويرتفع هذا الموقع 1122 مترا فوق سطح البحر، وتعتبر ذات رأس من المناطق النبطية المهمة جنوب الأردن، حيث تسيطر على الطريق التجاري من وادي الحسا القريب إلى الشمال. يقع هذا القصر في منتصف بلدة ذات رأس، وهو عبارة عن مبنى مربع الشكل، مبني من الحجارة الجيرية الكبيرة والمتوسطة الحجم، ويقع المدخل إلى الجنوب من هذا المبنى، ومن خلاله يدخل الزائر كما ترى عزيزي المشاهد إلى هذه الساحة الداخلية، وعلى جوانبها عدد من الغرف تعلوها الأقواس. كما يلاحظ في الغرفة المقابلة للمدخل وجود حنية علوية، يعتقد الباحثون أنها كانت تستخدم لوضع التماثيل النبطية لغايات دينية، مما جعل المؤرخون يختلفون في الفكرة الأساسية لبناء هذا القصر في الحقيقة. فمنهم من اعتقد أنه قصر، ومنهم من اعتقد بأن هذا المبنى كان معبدا نبطيا دينيا كما ذكرنا.